حسابات على الفيسبوك. يعني تخيلوا استاذ الجامعه ما بيعرفش حتى يقول رايه على صفحته الشخصيه في الفيسبوك، ولما تحولنا مجلس تاديب بسبب الفيسبوك مجلس التاديب رفض التحقيق، وكان ايقاف 3 شهور بدون مرتب، ومجلس التاديب رجع المرتب كامل. دي رقم واحد في المجلس الاول. طبعا ما عجبش اداره الجامعه كده، فعملت حاجه تاني اقوى. عملت ايه؟ راحت جمعت سيديهات شغل امن الدوله، جمعت سيديهات شغل مرتضى منصور بالاسف بيحصل في الجامعه، جمعت سيديهات من ايام رابعه والنهضه، وقالوا في واحد اسمه محمد مقدم شكوى في الاساتذه، انا والدكتور سيف عبد الفتاح. طب ايه الشكوى دي فيها ايه؟ ان احنا وقفنا على منصه رابعه والنهضه. طب ايه علاقه رابعه والنهضه بالجامعه؟ هو احنا خربنا في الجامعه؟ دي رقم واحد. رقم اتنين قال احنا بنحرض الاساتذه على تخريب الجامعه. طب انتوا موجودين معانا من اول وقفات، هو احنا بنعمل حاجه بنخرب فيها الجامعه؟ وهل رئيس الجامعه يجيله شكوى من شخص مكتوب مجهول يحولها للتحقيق؟ هو ده القانون احنا اتعلمناه؟ انا ولا سرقت علميا، ولا الدكتور سيف سرق حاجه علميا، ولا خدونا في وضع مخل زي ما بيحصل مع اساتذه كتيره، ولا ان احنا نطينا وخدنا فلوس من بعثات ومن صناديق خاصه. كل اللي احنا عملناه ان احنا بنقف كده، دكتور بيعتقل بنقف معاه، طالب بيتظلم بنقف معاه، طالب بيتقتل عند القبه جنب مكتب رئيس الجامعه بنقف معاه، طالب بيروح السجن وبيطالب بابسط حقوقه ان هو يمتحن، مش عايز حاجه، عايز يمتحن، احنا بنقف معاه. الكلام ده ما عجبش اداره الجامعه، او ما عجبش اللي بيملي القرارات على اداره الجامعه، فعملوا لنا الشكاوي الثانيه. احنا مش هنخاف، هيعملوا ايه يعني؟ حولنا مجلس تاديب، هيعملوا ايه بعد مجلس تاديب؟ هيرفدوا الناس دي كلها؟ ما يقدرش يرفد الناس دي كلها، ما عندوش قانون يرفد الناس دي كلها. هو بيرضي مين؟ لازم يرضي ضميره الاول. لو وقف ثانيه مع نفسه وقعد يفكر هو بيعمل ليه كده، ما كانش هيعمل كده، والله ما بيدوم لحد. كان قابله حسام كامل، راح فين؟ كان حسام عيسى اللي خدوه العسكر عشان يخلوه على راس اداره التعليم العالي ووزير التعليم العالي. بعد ما خدوا اللي عليه عملوا له ايه؟ مشوه. الراجل نفسه قال لك انا ما اعرفش انا اتشلت ليه من الوزاره، فمش هدوم لحد. والناس دي هي اللي هتفتكر بعد كده، التاريخ هيتذكر الناس دي بس، لكن مش هتذكر اي واحد بيجري ورا السلطه. انا لما الاقي طالب مضروب بالنار جنب القبه واروح اقف معاه، ده ما بيعجبش اداره الجامعه. لما الاقي طالبه في كليه اثار وهي بتعدي الشارع بتتضرب بطلقه في رجلها، واتضرب معاها صحفيين، وانتوا عارفين اليوم ده كويس، 3 صحفيين.